وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الله أكبر بكرة وعشية يغدو بها القلب المحب رضيا. الله أكبر في الصباح إذا سرى منه الضياء إلى القلوب نديا. الله أكبر في الظلام إذا دجى وبدا لنا القمر المنير بهيا. الله أكبر كم أزاحت حسرة كم أسعدت في العالمين شقيا. كم زلزلت من عرش طاغية كم هزمت على ضرب الجهاد عتيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذا ما قالها العبد المؤمن صعدت إلى السماء. فيقول الله تبارك وتعالى لها اسكني فتقول يا رب كيف أسكن ولم تغفل لقائلي. فيقول الله عز وجل لها وعزتي وجلالي ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت له. وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد من تتعلق به الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبفضله صلى الله عليه وسلم تنكشف القروب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه بقدر حبك فيه يا رب العالمين. جاءت امرأة ذات يوم تقول له يا رسول الله ألست تقول بأن الله تبارك وتعالى أحن بعباده عن الأم لابنها؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بلى، لله أحن بعباده من الأم لابنها. فتقول يا رسول الله ولكن الأمة تأبى بأن تلقي بوليدها في النار، فكيف يلقي الله عز وجل بعباده في النار؟ فكيف يلقي الله عز وجل بعبيده في النار؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها وقال لها يا أختاه إن الله لا يعذب من عباده إلا من كان متكبرا جبارا، يتكبر على الله سبحانه وتعالى ويأبى أن يقول لا إله إلا الله. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. برق المشيب لقد أضاء وأومضى والذنب حل وخائف مما مضى. ويوم القيامة عند فصل للقضاء أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا. أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا يا طيبا من طيب من طيبي. وإذا الأراضي زلزلت زلزالها والأمر جاء وأخرجت أثقالها. وكذاك رب السماء أوحى لها أنا في جوارك أنت قلت أنا لها. والقول قولك يا رفيع المنصب. إخوتنا إخوة الإيمان في كل مكان يصل إليه نداء الحق
نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية النورانية المباركة التي نكرم فيها الراحلة الكريمة الحجة صفاء صالح عبده، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحماته. وهكذا الدنيا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل ابن أنثى مهما تطاول عمره إلى الغاية القصوى فللقبر آيل. تزود بالذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتم مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرماد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ والآن يطيب اللقاء ويسعد المساء مع ذلكم العلم القرآني الكبير، وسفير مصر الدائم لدى محافظات جمهورية مصر العربية، فضيلة العلم القرآني الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمد شرف الدين السلخ. أدعو فضيلته ليعتلي منصة التلاوة، وأسأل الله أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله، وأن يفيض علينا من فيوضات القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتي لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإن فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت صعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت
ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى كتاب منير صدق الله العظيم. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار، الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا، أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الظلام وجاهد الكفار، اليتم في حق اليتيم مذلة، وهو الذي باليتم حاز فخارا، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد شرف الدين السلخ، وكنا في ليلة التكريم للراحلة الكريمة المرحومة الحاجة صفاء صالح عبد، حرم المرحوم الحاج محمد إبراهيم جويلة، والدة الأستاذ سمير محمد جويلة، والأستاذ سامح محمد جويلة، والأستاذ أحمد محمد جويلة، وصاحبنا خلال هذه التلاوة الهندسة الصوتية والإذاعية والإنارة الدولية الحديثة أولاد السلموني، إدارة المهندس هاني السلموني، فرايش الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة أولاد عقل، إدارة الأستاذ عماد عقل، خدمات الفندقية المتميزة وفي الإخلاص، إدارة المتر علاء الغريب، وعبر أسير كاميرات كبير مخرج الحفلات الدينية والأكثر شعبية على منصات اليوتيوب بشمهندس أحمد الجعبري. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.